ألو، ثواني. كنان بيك؟ إبراهيم بيك على التليفون، قال بده يحكي مع حضرتك. والله ضيق لي خلاقي. عم يقول إنه بده إياك بموضوع كتير مهم. أكيد من شان الشغل، رح فوت حكي من المكتب حبيبي. طبعاً. تمام، فيك تسكري. ايه بالروم؟ القبطان علي لساته قاعد. هالزلمة اكيد واشيش، قاعد وعم يتطلع بالبحر. طيب، خليك وراه، بشوفك. الو. مرحبا، انا كنان جيتين. مرحبا كنان بيك. عفوا، علي بيك موجود لو سمحتي؟ علي مانو بالبيت. هيك لكان. بعتذر منك يا خانم، لا تواخذيني، بس حبيت اتصل اطمن عليه. عن جد انت كتير ذوق، شكرا لك. علي مزاجه معكر شوي لانه ما ملاقي شغل. عن جد؟ انا مقدر وضعه. انا حاولت اني اعرض مساعدتي عليه، بس هو انت واحد عمل شي منيح وعرض علي شغل، بس علي رفض هذا الشغل. هذا لانه كتير مزعوج. بعرف، علي بيك حكالي المشكله اللي صارت معه. عن جد حسيته مظلوم، بس علي بيك عايش بالماضي، واللي صار بالماضي لازم نتركه بالماضي. تقدري تساعديه باعتبارك انت مرته، بعتقد فيك تقنعيه يوافق يشتغل معي. العرض اللي قدمت له اياه فرصة ما بتتفوت. ايه، وانا عم فكر مثل انت تمام. انا رح اعمل كل جهد حتى يقدر يقنعه، وقال يجي لعندك ويقبل يشتغل. ممتاز، بتمنى لك التوفيق بمهمتك. تصبحي على خير. ايه طيب، خلص ابراهيم، تمام. انت لا تاكل هم، الأوراق اللازمة أنا بوقعها بكرة الصبح. مع السلامة، تصبح على خير. هالولد ما بيعرف يعمل شي لحاله. صاير شي؟ لا حبيبتي، في ورقة نسيت وقعها قبل ما أنزل، وبس بكرة الصبح بوقعها وببعث له إياها. ما له شغلة غير إنه يشغلني عنك. أنا آسف لأني تركتك لحالك. مرحبا، أنا كنان جيتين. مرحبا كنان بيك. كيفك؟ منيحة، شكرا لك. فيني احكي مع علي بيك إذا فاضي لو سمحتي؟ بس دقيقة، أنا بنادي له. علي؟ علي، كنان بيك على التليفون. بده يحكي مع أنت، قل له إنه قبل عرض. ألو، مرحبا كنان بيك. بس ما أكون عم ضايقك. خد راحتك، تفضل. كيفك اليوم؟ منيح، أنت كيفك؟ أنا كمان منيح. علي بيك، في شي بس حبيت إلك يا، في مرشح تاني بخصوص العرض اللي سبق وأنا عرضته عليك واللي حضرتك رفضته، وهو عنده تجربة كتير كبيرة. اليوم رح يجي لعنا على الشركة ورح نحكي نحن وياه، ويمكن يشتغل معنا. بس قبل ما أشوفه واتفق أنا وياه، حبيت اتصل فيك واسألك، لساتك مقرر ترفض فكرة الشغل معي؟
علي شو؟ وطبيعي انه نقدم كل تقارير الشركات بالارباح والمصاريف لاصحاب الاسهم، وطبعا كل التقارير غسان بيك مسؤول عنها، وانا رح انهي التقارير خلال يومين. معناتها منكون انهينا اجتماعنا وما عاد في شيء لليوم. بس قبل ما ننهي هالاجتماع حابب اني اذكركم بموضوع كنت عارضه مسبقا، والموضوع هو انه نجرب نشتغل بمجال النقل البحري للبترول. انا رايي الشخصي لسه ما تغير، ولهلا مقتنعه انه الفكره ما انا مناسبه. انا مصر فينا نجرب لفترة، منشتري ناقلة نفط ومنعرضها بالسوق لفترة وممكن تكون سنة، وبعدين منقعد ومنشوف نتيجة هذا القرار. ما عنا تجربة بهذا المجال. نحن لازم نجرب، ولحتى يصير عنا خبرة بهالمجال منشتغل مع حدا يكون عنده هالخبرة. معناتها أنت ملاقي هذا الشخص كنان بيك؟ حكيك صح جميلة خانو، بالفعل أنا لقيته، ولحتى نستفيد من خبرته ولبين ما نبدأ بالشغل بمجال النقل البحري عينته هون بالشركة ليكون مستشاري الشخصي. ومن هلأ بعد إذنكم. ممكن تخلي الضيف يفوت لو سمحتي؟ تعرفوا على مستشاري. بحب أقدم لكم مستشاري السيد علي أكارسو، والملقب بالقبطان علي. مستشاري الشخصي.